لو عندك ألم في أسفل الظهر مع الجلوس، ولو طولت في الجلوس شوية تلاقي في ألم جه في المقعدة وفي خلف الفخذ. في فيديو النهاردة هنعرف إيه سبب الألم ده وإزاي نقدر نعالجه بتمارين منزلية بسيطة، فيلا بينا. السلام عليكم، معكم دكتور احمد هيكل، برحب بكم في فيديو جديد. لو سنك تحت 35 او 40 سنة وعندك الم بيجي في منطقة الفخذ او منطقة الظهر مع الجلوس، يعني مثلا تقعد على الكرسي 10 دقايق ربع ساعة تلاقي بدأ الالم يجي في ظهرك وبدأ يسمع كمان في خلف الفخذ، والالم ده بيجي معاك مع الجلوس اكتر من الوقوف والمشي، المشكلة دي ليها سببين. اول سبب ممكن يكون في عندك انزلاق غضروفي في فقرات الظهر، يعني الغضروف خرج شوية من مكانه فضغط على العصب، العصب ده خارج من فقرات الظهر وماشي في خلف الرجل. لو العصب ده انضغط من فقرات الظهر نتيجة الغضروف اللي طلع ده بيبدأ يسمع معاك بألم في منطقة المقعدة وفي منطقة خلف الفخذ. وسبب تاني، ممكن العصب اللي خارج من الظهر ده ممكن ما يكونش مضغوط من فقرات الظهر او من الغضروف اللي في الظهر، ممكن يكون مضغوط عندك في منطقة الحوض، في عضلة في الحوض اسمها البيروفورمس، العضلة دي لو ضغطت على العصب الوركي في منطقة الحوض تعمل برضو ألم في المقعدة وألم في خلف الفخذ، وده اللي اسمه عرق الناس الكاذب. ففي فيديو النهاردة هنشوف مع بعض ازاي نقدر نعالج اي سبب من السببين دول، وبعدهم ان شاء الله الألم اللي بيجيلك في اسفل الظهر او بيجيلك في خلف الفخذ ده يتحسن. اول خطوة معانا في العلاج، لازم ما تقعدش لفترات طويلة. لو انت طبيعة شغلك بتقعد على المكتب لساعات طويلة، لازم كل نص ساعة تقوم تقف شوية حتى لو دقيقتين تغير وضع جسمك وترجع تكمل شغل تاني. وانت قاعد على المكتب لازم يكون في مثلا دعامة لمنطقة الظهر، ممكن مثلا تجيب مخدة صغيرة او مثلا مصلية او ملاية وتطبقها كويس وتحطها في منطقة الظهر او منطقة القطنية، بحيث تعمل دعامة او سبورت وتخلي العمود الفقري بتاعك في الشكل الصح بتاعه، وفبالتالي مع الجلوس في الوضع ده كده الألم عندك هيتحسن ومش هيجي بسرعة. وتبدأ بقى تعمل كمادات مية دافية على منطقة عضلات الظهر لمدة 10 دقايق، وبعد الكمادات الدافية هتخلي حد يعمل لك مساج يكون متوسط كده على عضلات الظهر. المساج ده تجيب أي نوع زيت، أي زيت مش شرط نوع معين، وتبدأ حد يلبس جلافز ويعمل لك المساج بالشكل ده على عضلات الظهر، لعضلات الظهر اللي هي حوالين الفقرات بالشكل ده لمدة 2 3 دقايق. بعد المساج ده، المساج ده مهم جدا عشان تعرف تخش في التمرين اللي بعدها يبقى موضوع تليين الفقرات سهل. فهنعمل التمرين اللي بعده هو تمرين تليين الفقرات، هتنام على وشك بالشكل ده وتمسك السرير بايديك وتبدأ تلف رجلك او تلف الوسط من تحت بالشكل ده، الرجل المصابة هي اللي فوق والرجل السليمة هي اللي تحت. الرجل السليمة تكون متنية ناحية صدرك كده بزاوية 90 درجة، والرجل اللي فوق تكون مفرودة. وفي البداية الوضع ده كده هيبقى صعب شوية، ممكن تعمله واحدة واحدة، يعني الرجل اللي تحت ما تكونش متنية قوي او الرجل اللي فوق مثلا ما تكونش مفرودة على الاخر، خد الموضوع واحدة واحدة. وانت ثابت في الوضع ده مثلا لقيت في ألم ظهر في ظهرك شوية، ممكن تريح رجلك اللي تحت تفردها سنة، او مثلا ممكن تريح رجلك اللي فوق شوية ما تفردهاش على الاخر. المهم حاول تاخد الموضوع تدريجي واحدة واحدة، هتلاقي التمرين ده سهل. هتثبت في الوضع ده كده مثلا لمدة 15 ثانية وتريح رجلك اللي فوق شوية برضو 15 ثانية وترجع تفردها تاني. هتعمل التمرين ده كده 5 ل7 مرات. ممكن لو في تسميع في رجلك التانية برضو او الالم بيجي في رجلك التانية ممكن تعكس وتعمل نفس التمرين برضو، يعني هنعمل مرة على الجنب اليمين ومرة على الجنب الشمال، يعني هتعمل على الناحيتين كل ناحية تقريبا من 5 ل7 مرات. التمرين ده مهم جدا عشان تليين لفقرات الظهر، وكمان بيوسع الفتحة اللي خارج منها العصب، فبالتالي الضغط من على العصب يقل. خلصت التمرين ده هتنام على ظهرك ونعمل استرتش او اطالة لعضلة البيروفورمس، تنام على الظهر وتمسك رجليك المصابة بايديك العكسية وتثبت كده حوالي 20 ثانية وتريح زيهم 20 ثانية. هتعمل كده مرتين. بعد ما تخلص التمرين ده هتمسك منطقة الفخذ بايديك برضو الرجل المصابة وتبدأ ترفع رجلك او تفرد ركبتك بالشكل ده كأنك بتشوط الكورة. هتعمل التمرين ده 10 عدات
وتريح مثلا 10 ثواني وتعمل كمان مرة. التمرين ده هو تليين للعصب الوركي. خلصت التمرين ده ممكن وانت ماسك رجليك تعمل برضو شد لمشط الرجل بالشكل ده، يعني تفرد ركبتك وتشد مشط رجلك عليك وتنزل، هتعمل برضو 10 عدات. التمرين ده 10 عدات كفاية. هتحس وانت بتعمل التمرين ده في شد في منطقة خلف الفخذ، كده انت بتعمل التمرين صح. بس التمرين ده خده بالراحة واحدة واحدة، ما تشدش على نفسك قوي في الاول. خلصنا تمرين تليين الفقرات وخلصنا تمرين تليين العصب. اخر تمرين معانا هتبدأ تنام على وشك بالشكل ده كده وتثبت في الوضع ده كده لمدة دقيقتين مثلا. لقيت في شكة في ظهرك ممكن تحط مخدة تحت بطنك بالشكل ده. لقيت التمرين الشكة دي اختفت والدنيا تمام، هتثبت في الوضع ده برضو لمدة دقيقتين. لقيت الوجع اختفى، هتشيل المخدة تاني وترجع للوضع الاولاني وتثبت برضو لمدة دقيقتين. لقيت مثلا الوجع لسه موجود شوية، حط المخدة تاني وهكذا لحد مثلا يومين ثلاثة. تيجي تنام على وشك بالشكل ده ما تلاقيش وجع، كده يبقى نصعب التمرين اكتر. هتطلع على كوعك بالشكل ده كده وتثبت لمدة مثلا دقيقتين، ممكن مثلا 30 ثانية او دقيقة، وتريح شوية وترجع تكمل تاني. لقيت التمرين ده سهل ومفيش فيه شكة، هتكمله عادي وتطول المدة. لقيت التمرين بدأ يبقى فيه وجع في ظهرك شوية مثلا بعد 20-30 ثانية، هترجع تنام تريح شوية مثلا، تنام على وشك وترجع تطلع على كوعك تاني. خد التمرين ده تدريجي واحدة واحدة، أول حاجة المخدة وبعد كده النوم على الوش بس أو على البطن بس، وبعد كده لقيت التمرين ده سهل تطلع على كوعك. فايدة التمرين ده إن هو بيخلي الغضروف اللي طالع ده، لو الغضروف بسيط بيخليه يرجع في مكانه تاني. إن شاء الله بالتمارين والخطوات اللي إحنا عملناها النهاردة دي، لو في ألم عندك بيجيلك أثناء الجلوس وسنك تحت 40 أو 35 سنة، إن شاء الله التمارين اللي موجودة في الفيديو النهاردة ده هتفيدك. ولو أنت سنك فوق مثلا ال40 او فوق ال50 سنه وعندك خشونه في الفقرات، في فيديو هسيبه لك في اول تعليق تحت هيفيدك برضو. وبكده يكون موضوع النهارده خلص، اتمنى يكون استفدتم. ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل حاجه بننزلها. ولو حد عنده اي استفسار ممكن يعرفني في الكومنتات تحت. اتمنى لكم دوام الصحه والسلام عليكم.